بالمناسبة كنت طلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكتر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سيناء، يعني ما الأرض كبيرة. يعني أنا بقول لكم كلكم والأمور هتتحل، يعني والأمور إيه هتتحل. بقى اللي انتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا ايه؟ ويقول لك اصل الحكاية وترتيب، ترتيب مين؟ الارض ارضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا ان احنا نحميها زي ما هي كده. آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله محدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة. يعني